انت لازم توصل لجاسر اسرع من كده يا مصطفى. اسرع من كده ليه يعني؟ اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ هو انت نسيت عم رمضان قال لك ايه؟ انت عرفت منين رمضان قال لي ايه؟ كنت معانا ولا ايه؟ لا ما كنتش معاكم. انا اعرف اكتر من كده بكتير. بص انا هشرح لك، بس انت حاول تفهم كلامي وتستوعبه عشان ممكن يضايقك قوي. اتفضلي انا سامعك. الحكايه ابتدت سنه 78 لما سعد الدهبي وابراهيم العادي راحوا اشتروا فندق إليت. وقتها كان الفندق مقفول بقاله اكتر من سنه، وطبعا كان بيخسر وتعرض للبيع. راح وقتها ابراهيم العادي وسعد الدهبي علشان يشتموا، كل حاجه كانت ماشيه كويس واشتروا الاوتيل وبقى من اهم اوتيلات اسكندريه، لحد ما في يوم سعد حصل له مشاكل كبيره قوي مع الضرايب، واقترح عليه ساعتها صديقه وعشره عمره انه يبيع له الفندق بعقد بيع وشراء معاه ورقه ان العقد سوري مش معترف بيه، عشان طبعا الضرايب ما تحجزش عليه لحد ما يظبط وضعه يعني. وعشان ياخد احتياطه اكتر خد توكيل من ابراهيم يقدر يبيع في حصته في الفندق لنفسه لما مشاكله تخلص. وطبعا البيع ده تم من غير ولا مليم. المشكله ان التوكيل ده اختفى من بيت سعد فجاه، واتضح ان ابراهيم هو اللي سرق التوكيل وانكر حق سعد. وقتها المحامي بتاع سعد وابراهيم توفى، وكان هو اللي عنده العقد السوري اللي بين سعد وابراهيم، واستلم العقد السوري ده من ورثه المحامي. وطبعا ابراهيم ما لحقش ياخد الورقه دي اللي كانت تهمه جدا لانها بتاكد ان عقد بيع الفندق ده باطل. سعد لما راح الشهر العقاري علشان يطلع بدل فائد للتوكيل ده، اكتشف ان الموظفين اللي هناك مزبطين مع ابراهيم، وقالوا له مفيش اي حاجه في الدفاتر تخص التوكيل ده. ومن فجر ابراهيم لفق لسعد قضيه مخدرات اتسجن فيها 15 سنه. سعد ده يبقى عم جد الله ابويا. جد الله؟ من فضلك سيبني اكمل. انا عايزه اقول لك الحكايه اللي احكيها لك التانيه دي هتلزمك اكتر بكتير، لانها تخصني وتخصك. انا قعدت فتره في لندن درست فيها الباراسايكولوجي، علم التخاطر. بقى عندي القدره ان انا اقرا عقول الناس واسيطر على مخهم، واقدر اسخر اي حد ينفذ اللي انا عايزاه. فقلت ليه ما ارجعش مصر واحاول ادور على وسيط يساعدني ان انا ارجع حق ابويا في الاوتيل. كنت محتاجه وسيط يكون عقله مش مشغول وهادي، ادخل عن طريقه لدايرة جاسر اللي يمكن اقدر ادخلها بنفسي لاني بكرهه وبكره كل اللي حواليه. والاتصال والتواصل العقلي بين اي اتنين بينهم مشاعر كراهية شيء مستحيل. كنت محتاجة شخص اقدر اسيطر عليه واكبره جوه الفندق ووصله اللي انت وصلت له. بابا قعد فترة طويلة قوي يراقبك لحد ما اتأكد انك انت الشخص المناسب. لا برافو، حقيقي برافو. يعني أنا كنت مجرد مشترك موصل جيد للحرارة مش أكتر. ما عنديش موهبة ولا حاجة، بس أنا استخدمتها معاكي لما جيت لك هنا وكنت متردد أكلمك. أنا اللي فكرت لك في ده، وأنا اللي شجعتك عليه. مصطفى ما تخافش، مصطفى وتعال ادخل عليها ما يهمكش. بس انا لما جيت لك هنا انت قلتي لي امشي، وبعد كده انا خليتك ترجعيني تاني. كل ده كان متخطط لي. اقنعني يا مصطفى، انا سامعاك. انت نسيت الحاسه اللي عندك ولا ايه؟ انت تقدر تخليها هي اللي تندهلك وتقولك تعالى. مصطفى، مصطفى يا ده انت طلعتي ممثله شاطره قوي. انا عملت كل ده علشانك، انا حبيتك بجد.
والله العظيم انا كمان حبيتك قوي، حبيتك وعشان كده جاي اقعد قدامك دلوقتي واحكي لك كل حاجه، والنبي صدقني يا مصطفى. صدقك افتكر دلوقتي لما كنت ازاي بتوصفي لي ان انت مبهوره ومخضوضه وانك بتعملي حاجات انت مش عايزه تعمليها، بس انا موهبتي الفذه هي اللي خلتك تعمليها. انا محتاجه اي حاجه افهم بيها ايه اللي بيحصل ده. اوعى تقولي صدفه، قولي اي تفسير تاني. مفيش اي تفسير تاني. فاكر هي قالت لك انها ما بتحبش الكذب؟ يبقى انت لازم تقولها. طب انت تقدر تعمل اي حاجه دلوقتي انا مش عايزه اعملها تخليني اعملها؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ انا رايي ان انت تسيب الشغل في الاوتيل طبعا، وبشهادتك روح اشتغل اي وظيفه تانية، اشتغل في بنك، اشتغل في شركه، اي حاجه مناسبه. لا طبعا غلط، غلط طبعا نسيب الفندق، بالعكس. مش حلو ان يبان شكلك كانك غيرانه. ده برضه مش مقامك. احنا نقدر نستثنى حضرتك من الموضوع ده. كمل قعدتك. برافو. بجد برافو. مصطفى انت رايح فين؟ انا ماشي. واوعي تحاولي ترجعيني تاني. لانك لو حاولتي مش هتعرفي. ادخل. نعم. عايزه ايه؟ عايز اعرف انت ناوي على ايه؟ هتقولي جاسر عليا؟ وده هيفرق معاكي؟ ما تمنعيني، سيطري على عقلي وخليني ما اقولوش. والله العظيم حتى ما حاولتش. عايز افهم حاجة واحدة بس، بعد ما توصليني لجاسر، عايزة منه ايه؟ أنا كان كل أمل إن أنا أوصلك لجاسر، أخليه يحبك ويثق فيك. بعدها كنت أنا هسيطر عليك عشان أحاول أعرف العقد فين بتاع الأوتيل ده، وأثبت حق بابا في الأوتيل. بس للأسف جاسر ما بيحبش حد، ما بيحبش غير نفسه، وأي حد مصلحته معه بس. كل ده ما يهمنيش، أنا لسه عندي أسئلة كتير أوي. عندك حق، وأنا مستعدة أجاوبك على أي حاجة. بس عشان خاطري، لو أنت قدرت توصل لجاسر ساعدني إن أنا أوصل للورق ده. ساعتها نمشي انا وانت من هنا وحياتنا تبقى احسن اكيد. انا حاولت قبل كده معاك ان انا اوصلك ليه بس ما قدرتش عشان خاطري اوصله تاني. ولو ما عملتش كده؟ انت حر، اللي انت عايزه. مش عايز تعمل ده ما تعملهوش. عايزني اخد ابويا وامشي من هنا حالا همشي، بس تعالى نمشي سوا. انا عايزه اكمل حياتي معاك انت يا مصطفى. انا وجودي هنا غلط، خليني امشي.